هل يجوز بعد حساب مقدار الزكاة أن توزع مفرقة على مدار الحول على مستحقيها الشرعيين؟ إذا كان هذا مقدما فلا بأس بذلك، إذا كان مؤخرا لا يجوز إلا بضوابط، منها عدم وجود المصرف المستحق، منها وجود المصرف لكنه سفيه، ويلزم حينئذ أن تنحيها عن سائر مالك. وبالله تعالى التوفيق. نعم.